محمد عادل، طبعا برحب بيكم، مبروك النهارده الفوز الثاني، لكن عايز اطمن على حجاج، يمكن شفنا الدنيا كده رايح الاسعاف، الامور ماشيه ازاي؟ طمنا عليك يا كابتن محمد. والله كريم، هو غالبا ارتجاج خفيف، بس هم ودوه المستشفى يعملوا اشعه مقطعيه وان شاء الله تبقى حاجه بسيطه باذن الله. ان شاء الله الجيم المباراه الثانيه على التوالي والفوز الثاني على التوالي بالنسبه للنادي الاهلي، بتشوف النهارده الجيم ازاي؟ اتكلمتوا مع اللعيبه ازاي؟ وزي ما بنقول مجهود الجهاز الفني في ان انت تطلع من بطوله السوبر رغم الباد لك اللي كان عندنا في المباراه ده، محتاج مجهود كبير من الجهاز الفني يا كابتن محمد. والله هو همنا فعلا الفتره اللي فاتت دي كلها ان احنا نخرج الولاد من الحاله النفسيه اللي كانوا فيها، فالولاد يعني بيحاولوا يخرجوا، بس هي محتاجه شويه وقت. ان شاء الله مع الوقت والمباريات الدنيا هتتحسن ان شاء الله. احنا داخلين على مباراه دور الثمانيه، ما بتقبلش الاسم على اثنين، ما فيهاش هزار، لازم ياخدوا الامور بجديه من الاول، وان شاء الله بعد كده السيمي فاينل، وربنا يكرمنا باذن الله نوصل فاينل باذن الله، ناخد البطوله ونفرح النادي الاهلي بجماهيره بمجلس ادارته ان شاء الله. هل في اجهاد اللعيبه مجهده؟ يمكن حجاج بس هو اللي مصاب، هل في بعض اللعيبه عندها اي اكاديميات يا كابتن محمد، مباراه السوبر والمباراه الاولانيه، ولا الامور ماشيه بشكل طيب حتى اللحظه؟ لا، هو بس بكر كان عنده اصابه في مباراه السوبر وجبس رجله، حط رجله في الجبيره خمس ايام وفكها النهارده، وهيبتدي يتمرن بكره نشوف امكانيات دخوله معانا في المباراه الجايه ولا لا. بقيه اللعيبه الحمد لله كويسين، مفيش اصابات، مفيش اجهاد ولا حاجه، بس هي القصه كلها يفوقوا من مباراه السوبر يعني. جمهور النادي الاهلي رغم قله العدد لكن المؤازره المستمره بينعكس عليكم ازاي يا كابتن زولا؟ وبنطالب كمان الجماهير ان هي تكون متواجده بشكل اكبر خلال المباراه القادمه. والله اول يعني اكتر حاجه محزنه الناس اللعيبه عندنا والجهاز، ان احنا زعلنا مجلس اداره والجماهير بتاعتنا في مباراه السوبر، بس كانت يعني خارجه عن ارادتنا، والهدف بتاعنا برضو ان احنا نفرح مجلس اداره والجماهير. ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في الماتشات الجايه ونفوز بالبطوله باذن الله ان شاء الله. شكرا كريم، شكرا.